السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Brothers and sisters, اخوان والاخوات, بھائیو بہنو, آپ کو خوش آمدید. ویلکم. چینل کو سبسکرائب کیجئے. آج کی ویڈیو میں سورۃ الزمر ورس نمبر 67 سے اسٹارٹ کریں گے, رائٹ, وتھ تجوید ورڈ بائی ورڈ. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کریں, شیئر کریں. شکراً جزیلاً. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم
بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا فور واتشنج برادرز اینڈ سسٹرز. اپ سے ریکویسٹ ہے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, لائک کریں ویڈیو کو, شیئر کریں اگر ہو سکے. ٹھیک ہے, ہمارا فیس بک پیج بھی ہے قرآن سروس سے اور لنک موجود ہے ڈسکرپشن میں. دونوں فیس بک پیج کے دونوں کو فالو کریں, لائک کریں, اور اگر آن لائن قرآن سیکھنا چاہتے ہیں دنیا کی کسی بھی کنٹری سے کسی بھی ٹائم آپ رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن وی ایس زوم وی ایس اسکائپ وی ایس واٹس ایپ. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.